وده اللي أهل البورصة المصرية إنها تبقى من أنشط 3 بورصات في العالم في الفترة الحالية. بالظبط كده، خصوصا إن موضوع التعويم زي ما بيقولوا ورانا، لأنه حصل في 2016، في آخر 2016. فلما تيجي تقارن العائد اللي بتاخده مع ثبات سعر العملة، يبقى كأنك بتقارنه عائد دولاري. يعني اللي المستثمر الأجنبي اللي جاي بيستثمر في البورصة من أول السنة دي، والبورصة طلعت 23% مع ثبات سعر العملة، معنى كده ان كأن العائد ده هو خده على الدولار لو ان هو عمل التحويل في أول يناير لحد النهاردة. كلمني على موضوع ثبات سعر العملة ده. ان النهاردة في المحللين بيقولوا لا، مش ده سعر الجنيه المصري الحقيقي. سعر الجنيه المصري الحقيقي أقل من كده بكتير. وفي ناس بيقولك بس مهم ان هو يفضل في المستوى ده علشان التصدير وعلشان الموازنة وتكلفة على الحكومة تبقى أقل. يعني اشرحها لي. هو الحقيقة بالنسبة لسعر العملة، الناس اللي بتقول ان كان المفروض ان سعر العملة يكون اقل من كده بكتير، الكلام ده كان ساعة التعويم. لكن مع ارتفاع اسعار الفايدة، المفروض ان العملة المصرية بتتحرك، بس هي كانت اتحركت مسبقا. فهو الريت اللي احنا فيه دلوقتي مش ريت بعيد عن الريت الحقيقي لسعر الجنيه المصري. في حاجة تانية لازم نبص فيها، ان اسعار العملة مش بس بتتحلل بناء على الفاندمنتالز او اللي هي القواعد الاساسية، يعني ما بين سعر الفايدة من دولة لاخرى، اختلاف سعر الفايدة من دولة لاخرى، بتعتمد الى حد كبير جدا على التدفقات النقدية. فاحنا لما نيجي نشوف التدفقات النقدية الدولارية اللي حصلت في الاقتصاد بعد التعويم، حصلت من فين اساسا؟ حصلت من تحويلات المصريين في الخارج اللي زادت بنسبة 25%، ودي حاجة إيجابية. لكن برضو الشق الثاني انها حصلت من ضخ 23 مليار دولار من مستثمرين أجانب في أذون الخزانة المصرية. الاستثمارات دي استثمارات مؤقتة مش دائمة، وبالتالي أنا ما بعتبرهاش التدفقات النقدية التي توجب ان العملة المصرية يحصل لها ارتفاع، يحصل لها appreciation، يعني بمعنى أصح سعر التحويل يقل عن ما هو عليه دلوقتي. إنما هنقدر نتوقع كده، انت عايز مصادر دخل حقيقية بالظبط كده، نبع من الإنتاج. الحمد لله السياحة بدأت تزيد، لكن لما السياحة توصل للمستويات بتاعتها السابقة وتزيد عنها المستويات العالية، ونبدأ نشوف إن التصدير زاد بنسبة عالية جدا، نشوف ان التدفقات النقدية الدولارية اللي جاية لنا اكبر من احتياجاتنا، هنعرف ان الجنيه المصري هيحصل له appreciation او هتزيد قيمته بالنسبة للدولار.